سبحان الله. خد مني المعلومة دي، كوكب الأرض كروي، بس مش كروي قوي يعني زي ما احنا عارفين، في حاجة اسمها أوبليتنس أو التفلطح، يعني الكوكب الأرض مش كرة مثالية، في حاجة اسمها انبعاج أو تفلطح. المسافة بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي بتساوي 12714 كيلو، أما المسافة عند خط الاستواء بتساوي 12756 كيلو. ونسبة التفلطح على كوكب الأرض دي بتخلي قوة الجاذبية مش واحدة على كل الكوكب لبعدها عن مركز الأرض. واللي قدامكم دي صورة دقيقة، صورة علمية دقيقة بتقاس عليها قوة الجاذبية بأجهزة خاصة بتبين لينا في الأماكن الحمراء فين الأماكن اللي فيها أقصى مقدار لقوة الجاذبية، أما الأماكن الصفراء والخضراء بيبان فيها الأماكن اللي أضعف أو متوسط فيها مقدار قوة الجاذبية. ولسه لغاية دلوقتي ناس بيقولوا مفيش حاجة اسمها جاذبية، يا جماعة عايزينها على كل شبر وكل حتة على كوكب الأرض بالأجهزة. فعلا العلم نور، سبحان الله.